مشاهدينا، يمكن العديد من الدراسات النفسية بتؤكد على أن الأكل على مائدة واحدة مع أفراد تحبهم أو أفراد الأسرة بيعطي لك طاقة إيجابية عالية ويقلل من المشكلات النفسية. عن أكلات لمة العيلة بيسعدنا أن احنا يكون معانا النهاردة الشيف فاطمة فاوي. أهلا بك معانا أستاذة أهلا فاطمة. بحضرتك، أهلا وسهلا، أهلا أهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك. زي ما بنقول، يمكن يعني زمان كان من طباعنا احنا المصريين أن لازم الأسرة بتتجمع على مائدة الطعام، يعني في الوجبة الرئيسية، كمان نقول وجبة الغداء أساسي يعني. فنقول يعني العائد النفسي على لمة العيلة حوالين مائدة الطعام. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة، إحنا يعني شعب بنحب دايما الحفاوة والمحبة بينا والألفة بينا وبين بعضينا، فأكتر حاجة بتبين ده وبتميزه لمة العيلة والأكل دايما. ودايما إحنا دايما نقول إيه، الأكل وسط لمة. دايما نقول إيه، لا أنا ما بحبش أكل لوحدي، لا إحنا اللمة هي اللي بتأكل أكلة حلوة نتلم كلنا. وده بيبقى طبعا في الوقت اللي إحنا فيه ده بيبقى صعب، لأن إحنا طبعا يعني متطلبات الحياة والشغل والحياة الحديثة كل ما بتخلي الدنيا تبعد شوية. فالحاجة الوحيدة اللي بتحاول تجمع كل ده أكلة حلوة، لمة في وجبة معينة على اخر الاسبوع، في الاجازه، في يوم حلو جميل الاجازه احنا بنبسط فيه مع بعضنا، بنعمل اكل حلوه. الحاجات دي كلها بتخلينا بينا وبين بعض الفه، بتخلينا بينا وبين بعض محبه، بترجع تاني الدفى والمحبه ولمه العيل. ودايما تلاحظي كمان ايه، ان البني ادم لما بياكل مع لمه وكده الاكل بيبقى له طعم، اكيد. وبتحسي كمان ان خلاص حتى لو الحاجة مش كتيرة بتبقى تحس لها لا مكفية، ولمتنا بتبقى حلوة، ونبقى الأكل بالنسبة لنا حاجة جميلة. لكن طبعا دلوقتي احنا في موسم أجازة، وفي طبعا زي ما انت عارفة أولادنا وبناتنا طلعت الثانوية العامة مبروك للناجحين. خلاص بقى ابتدينا دلوقتي خلاص نجمع تاني في العيلة ونبتدي نعمل الأكلات تاني ونتلم مع بعض فيها. يمكن يعني بيعتبر التجمع حوالين مائدة الطعام للأسرة يعني لكل واحد، يعني زي نقول يعني ملتقى بقى، كل واحد بيحكي لو عنده مشكلة، لو عنده موضوع بيتكلموا فيه مع الأسرة. يعني برضو يعني ليها أهمية غير الموضوع الأكل أو اللمة، إن هي برضو بعض المشكلات لما الأولاد بيعرضوها على الأم والأب بيبقى فيه فرصة معاهم أو وقت إن هم يحكوا الحاجات اللي بتواجههم، يعني سواء في مدارس في كليات في حياتهم الخاصة. ده اكيد، لان احنا مع الوقت اللي احنا بنبقى فيه كل واحد اللي في مدرسته اللي في كليته اللي في شغله ما بيبقاش فيه وقت نتجمع. فلما بنتجمع بيبقى فيه مجال ان احنا نتكلم ايه حصل معايا طول الاسبوع، في ايه حصل النهارده، في نهايه اليوم ايه جرى، ايه اللي حصل معايا، طب في حاجه نحلها سوا، في حاجه حصلت ممكن نناقشها ونعرف لها حل، في حاجه جديده طرقت في حياتنا احنا نحلها مع بعض او نقولها، او حاجه حلوه او مشكله واجهت حد من الولاد. وبيبقى ده بيبقى فيه زي ما تقولي كده ايه، الاجتماع كلنا بنناقش امور بعضنا، ويبقى كلنا عندنا عارفين ايه دنيتنا مع بعض، ويبقى كل واحد عارف حاجه عن التاني ممكن يكون طول الاسبوع ما عارفهاش طول الايام اللي فاتت، عشان ما فيش ملتقى للاسره على الاكل بيبقاش موجودين. لكن لما بنتلم لا اكيد طبعا بتبقى فرق ان احنا بنعرف اخبار بعض ايه، وبنعرف دنيتنا ايه، والدنيا بتبقى ساعتها بيبقى في حوار، بيبقى في كلام، بنقدر ساعتها ناخد وند من بعض، وطبعا ده برضو بيزود الألفة والمحبة بين أفراد الأسرة. أكيد. أستاذة فاطمة بقى، لو كلمتينا عن بدايتك كشيف، يعني نقول بدايتك كانت إمتى وليه اخترت المجال ده، مجال الطهي؟ أول حاجة إن أنا ابتديت من حوالي 8 9 سنين، ابتديت وبعدين وقفت شوية وبعدين رجعت تاني. المجال ده اولا انا بحب صناعه الحلويات جدا، وبحب وقفه ان انا اعمل اكل، ويعني بلاقي نفسي لما ببقى واقفه بعمل الحلويات دي، فكنت بعملها وناس كتيره اثنت عليها وقالت الحلويات حلوه وكويسه والكلام ده انا قلته قبل كده هون، بس يعني الفضل بعد ربنا طبعا كل الناس اللي دعمتني فيه قالت لي لا لازم تعملي صفحه ولازم تعملي جروب وكده. عملت الاول وبعدين وقفت معايا الدنيا لان ما كانش عندي علم بالسوشيال ميديا وكده. اتعلمت وبعد كده ابتديت تاني ان انا احاول ان انا اعمل تاني، وبقيت انزل اوبن دي، وبقيت اعمل على صفحه عندي وعندي جروب على الفيس، وابتديت من هنا هون الناس تعرفني وابتديت اقدم لهم الحلويات. ولما اثنوا عليها الحمد لله رب العالمين خطوه في خطوه والدنيا مشيت معايا، بقيت اطور من نفسي واتعلم واعمل حاجات جديده والحمد لله رب العالمين. يعني تخصص حضرتك في الدراسه
لا انا تخصصي لا لا مش لا لا لا, لا, لا دي هوايه دي هوايه انا وبعدين ادعمت نفسي. وانت حضرتك عارفه دلوقتي النت بيعلم كل شيء، وحتى لو حاجه بتقف معايا او حاجه جديده عايزه اعملها او عايزه اشوف ايه الجديد بسرش وبشوف وبعرف وبعد كده بحاول اطبق، مره يطلع كويس مره يطلع وحش لحد ما اوصل للحاجه كويسه بالطريقه اللي انا عايزاها والجوده اللي ترضيني ان انا اقدمها، وساعتها بعملها وبجرب طبعا في اهل بيتي يعني ولادي وجوزي هم اللي بيجربوا في بجرب فيهم. يعني حضرتك اتخصصتي حلويات ولا جميع انواع الطعام يعني طعام ساخن والحلويات ولا لا؟ يعني لا انا بعمل الحقيقه بعمل الاثنين، بس انا فضلت ان انا في الاوبن دي وعلى الجروب وعلى في اي مجال يعني بتتيح لي الفرصه ان انا اقدم فيه ان انا اعمل حلويات لسببين. اول سبب لانها مبهجه وبتدخل السرور على الكبير والصغير، وانت لما تشوفي حاجه حلوه بتتبسطي. تاني حاجه لان هي بالنسبه لي بتبقى حاجه انا ممتعه انا بحب اعملها، فانا خصصت لها الاول كل الوقت وطول الوقت على الجروب عندي. بعد كده لقيتهم بيطلبوا مني لا انت بتعملي اكلات كويسه بتعملي محاشي واصناف حادق حلو ليه ما تدخليهوش، فبدات دلوقتي ان انا ادخل يعني يومين او ثلاث ايام في الاسبوع منيو مختلف عباره عن اكل حادق. بقى كل مره كل اسبوع بعمل لستة معينه بوجبات معينه ثلاث او اربع ايام في الاسبوع وبنزلها، بجانب يبقى في صنف حلو دوناتس مثلا كوكيز جلاش حلويات شرقي. بحاول بقدر الامكان ان اوازن الامور، لكن انا لما بروح اوبن دي او بروح في اي مكان تاني لا انا بفضل ان انا اعمل حلويات، لان بصراحه بشوف فيها بهجة الولاد وبهجة الكبار والصغيرين. انا نفسي بشوف حاجة حلوة حتى لو مش هاكلها ببقى مبسوطة، فدي حاجة دي خلتني لا احب قوي اعمل حلويات. هو صحيح استاذة فاطمة ان اكل الحلويات او الشوكولاتة يعني بيديكي سعادة نفسية ولا ده كلام غير صحيح؟ لا اكيد طبعا، يعني الشوكولاتة معروف يعني مش انا اللي هقول داون بس ناس كتيرة ومعروفة انها لا هي بتديكي بهجة وبتديكي سعادة وبتظبط المود. يعني واحد يقول لك لا لو انت مزاجك مش قد كده او انت لا متوتر او كده كل حتة شوكولاتة، لا فعلا الشوكولاتة بتغير مود. انا عن نفسي يعني الشوكولاتة بتغير مودي، انا مجرد يعني مش من هواة اكلها قوي على فكرة، بس مجرد اني اشوفها واحس كده ان حد بياكلها قدامي كده انا نفسي بحس بنبسط، انا بحبها قوي فبنبسط فعلا ده حقيقي. طب احنا هنشوف الاكلات الحلويات اللي معانا اللي حضرتك جايباها بقى، تكلمينا على الدوناتس، هي اغلبها دوناتس كلها هو النهارده يعني. احنا معانا النهارده انا عملت النهارده الدوناتس، وطبعا احنا في الصيف الواحد مش بيحب ياكل الحاجات اللي هي بتبقى طبعا الحر لوحده، ناكلها مع فنجان قهوه مع كوبايه شاي كده، فانا حبيت النهارده اوريكم الدوناتس طبعا. وعملته طبعا بالشوكولاته طبعا لان ما فيش اختلاف عليه في الشوكولاته الدوناتس، وطبعا في بالصوصات في صوص البلوبيري وفي صوص الفراوله وكمان عاملاه بكريمه اللوتس، وطبعا الشوكولاتات بقى نوتيلا وحاجه انواع مختلفه. طب لو قلنا اكتر صنف في الحلويات بتطلب منك يعني خصوصا لو في زي ما احنا النهارده بنتكلم على لمه العيله، لو في مناسبه في عيله يعني ايه اكتر حلو بيطلب منك او نوع حلويات بيطلب منك؟ انا شخصيا يعني في ثلاث حاجات عندي بيبقى في خلاف دايما عليهم، البراونيز والدوناتس وكيكه التوفي. انا لما اجي اعمل حاجه حلوه ابقى مش عارفه اعمل ايه فيهم لسبب، كل اللي في البيت عندي كل واحد ليه طلب من الثلاثه دول ويبقى مصمم انا عايز ده او انا عايز ده ولازم تعملي لي ده. فاكتر حاجه دايما بحب اعملها طبعا انت بترضي الاغلبيه فكل بيجمع على الدوناتس، فبحاول ان انا ابقى اعمله هو اكتر حاجه. طب لو حبينا ناخد الطريقه من حضرتك بقى لكل ربات البيوت اللي حابين يعملوا الدوناتس في البيت، لان طبعا عارفه دلوقتي الظروف الاقتصاديه مش الكل هيقدر يشتري يعني كل يوم لاولاده حلويات من بره، فلو قلنا الطريقه كده طريقه الدوناتس الصحيحه واللي تطلع بالشكل اللي احنا شايفينه مع حضرتك. اول حاجه الدوناتس اهم حاجه فيه عجينته، لما بيكون العجينه هشه وطريه ومخبوزه صح ومتسويه صح بتدي طعم ونكهه حلو، بتخلي الدوناتس طعمه مختلف، وده اللي بيفرق دوناتس عن دوناتس. لان الدوناتس دايما لو بصيتي ممكن تاكليه في مكان تحس ان انت بتاكلي عيش ومكان تاني بتحس ان انت بتاكلي حاجه انت مش فاهماها، لكن الطريقه الصح انك لما تيجي تقطميه وتاكليه تحس انه هش وتحس انه زي السفنج بيرجع تاني، ده يبقى هو كده ناجح. وبعدين الدوناتس من الحاجات البسيطه على فكره مش متعبه وسهله في عملها، يعني انا بتبقى مقدرها بالنسبه لي نص كيلو دقيق وبحط عليه معلقه لبن بودره وبحط عليه كيس خميره فوريه وبحط اربع معالق سكر.
طبعا كوبايه ميه دافيه او حليب دافي المتوفر عندك، حابه تعمليه بالميه ماشي او تعمليه بالحليب ماشي، بس هو افضل انه يكون بالحليب. طبعا القيمه الغذائيه بتاعته بتبقى اعلى، وبالنسبه كمان اطفال لو هم اكلوه مثلا مع كوبايه لبن او مع كوبايه عصير، انت بتحسي ان هو شبع وان هو بقى انت حاسه ان هو اكل حاجه مفيده. بتعجنه طبعا مع بعض، وبعد كده طبعا ما ننساش ذره الملح اللي بنحطها في كل المخبوزات بتاعتنا، نعجنه كويس قوي. وبعد كده في الاخر بحط له معلقه زبده، بعد ما عجنه كويس قوي بلفه في العجينه في الاخر بمعلقه زبده، وبعد كده اسيبه يخمر. اول ما بيخمر برجع اقطعه كرات بقى حسب رغبتي، كبيره صغيره حسب ما انا عايزه. ولو عايزه اعمله محشي طبعا ما بفرغهوش من النص، لو عايزه اعمله زي كده بفرغه الشكل التقليدي. بفرغه من النص زي بتحقنيه بحاجه بالظبط يعني كده، الصوص اللي انت بالظبط بالظبط. لو انا هعمله عادي زي كده لا، بفرغه من النص واسيبه، بحطه على ورق زبده واسيبه ان هو يخمر. وبعد ما يخمر ابتدي بقى، لازم اهم حاجه في الدونتس تسويته، لازم الزيت ما يكونش سخن قوي وما يكونش بارد خالص، لانه لو سخن قوي هيحرقه هيخليه من جوه معجن، ولو بارد قوي هيخليه يشرب زيته ميبقاش طعمه كويس. فاحنا دلوقتي بنسويه في درجه حراره متوسطه، اسخن الزيت كويس بس مش قوي واوطيه، وبعد كده احط فيه الدوناتس واحده واحده واقلبها. واول ما احس ان لونها بقى كويس بالنسبه لي، بحبها فاتحه شويه غامقه شويه، السوا طبعا بيبقى اللون ده متروك للذوق الشخصي، بطلعها بعد كده على ورق مناديل مطبخ تنشف من الزيت اللي فيها او شرب اي زيت زياده، تبرد. وبعد كده بقى بشكلها، انا بسيح الشوكولاته وبحطها بقى، كل واحد بقى حسب رغبته وحسب ما بيحب. في ناس بتحب، انا يعني اوقات كتير بعمل بزبده الفول السوداني، باللوتس، بمربة الحليب، بنوع كل واحد. بس الأغلبية طبعا كل الأطفال بتحب الشوكولاتة، وبالذات الأطفال بيحبوا الحاجات اللي بيبقى فيها البرينكلز، الحلويات، الأشكال اللي هي بتبقى فيها ألوان مبهجة بالنسبة لهم، لكن الكبار عادة بيحبوا أكتر الشوكولاتات والحاجات دي. طب ممكن الدوناتس على أساس هو بيتحمر في الزيت، يعني ينفع إن أنا أعمل في الفرن عشان الناس اللي بتعمل دايت يعني ما يبقاش واخد زيت كتير أو ما يبقاش فيه سعرات حرارية، ولا ما ينفعش؟ هو ينفع في الفرن بس بيبقى طعمه مختلف تماما عن الدونس التقليدي اللي احنا عارفينه، لان في حاجات لما تعمليها زي ما هي بتطلع الطعم اللي انت عارفاه، لكن لما بتيجي تعمليها بطريقه تانية مختلفه بتديكي هي شكل الحاجه بس طعمها ما بيبقاش هو، بتبقى مختلف. وبعدين الدونتس لو يعني لو هو مخبوز صح وطريقته صح ومتخمر صح وسواه صح ما بيشربش زيت. انت لو بصيتي وحطيتيه على ورقه المناديل مش هتلاقيه بيشرب زيت كتير، انت هتلاقيه مجرد بس الطبقه الخارجيه، لان انت حتى لما تيجي تقطميه وتاكليه مش بتلاقيه فيه من جوه الزيت، انت بتلاقيه زي العيش بس طري شويه كده وهش، فما بيشربش زيت بالعكس يعني. وبعدين في حاجات احب احتفظ بطعمها زي ما هي، يعني في حاجات انت يعني تغييرها بيفقدها طعمها، والحاجة زي ما هي بيبقى لها طعم، ولما بتعملي فيها حاجة تانية أو بتجودي فيها حاجة تانية بيبقى لها طعم تاني، ده أكيد. بس ده ما يمنعش إن الناس تجرب، ممكن في ناس بتستساغه. وبعدين السموسة في ناس بتحب إن هي تشوية في الفرن، وفي ناس بتحب إن هي تبقى متحمرة في الزيت يعني. بالظبط كده، بس هتلاقي دي لها طعم وهتلاقي دي لها طعم تاني مختلف. أي حاجة زي ما إحنا بتعودنا عليها وعرفناها أول مرة بتبقى الانطباع بتاعها دايم في عقلنا. انا لما اكلت الدوناتس اول مره اكلته متحمر في الزيت بيبقى بالنسبه لي ده الدوناتس التقليدي العادي، لما بعد كده طلع اللي في الفرن والناس بتعمل اللي في الفرن وكده لا، تحس ان في حاجه مختلفه، مش هو ده الدوناتس اللي انت اللي اتعودتي عليه او الطعم اللي تسجل في دماغك اللي كل ما تفتكري دوناتس تفتكريه. استاذه فاطمه، ممكن انت ليكي خبره بقى نقول في موضوع التوابل او الخلطات؟ ايوه ده حقيقي، ايوه ده حقيقي. بنحب برضه نتعرف مع حضرتك على بعض الخلطات كده المميزه، يعني احنا ما ينفعش نكون في اسوان بلد العطارة والتوابل وما نتكلمش عن التوابل، يعني احنا من اشهر الحاجات الموجودة في البلد هنا التوابل والعطارة بكل انواعها، واللي انواع معينة ما بتلاقيهاش بتيجي تسألي عليها هنا علشان انت عارفة ان هنا اكيد اكيد هتلاقيها. وبعدين التوابل بتدي نكهة للاكل مختلفة، وما نختلفش ان كل الناس اكيد اكيد مع اختلاف الاذواق في اللي بيحب التوابل معينة، وفي اللي بيحب كل التوابل، وفي اللي ما بيحب التوابل محدد له نوع معين هو ده اللي بيستساغ. فطبعا انا هنا بحاول ان انا اعمل الحاجات بتاعت زمان، يعني دايما ايه افتكر كده ايه جدتنا كانوا بيعملوه ودلوقتي مش موجود، دلوقتي ابتدى يختفي. يعني مثلا الدقه بتاعتنا بتاعت زمان، كنا زمان نقول احنا ناكل دقه وسميد مع البيض المسلوق، مع البيض المسلوق. تيجي تفتكري كده، تيجي مثلا لو انت سرقتي بيض على الفطار وجيتي تاكليه
تيجي وانت قاعده تقولي البيت فيه حاجه ناقصه، تيجي فجاه تفتكري لا كانت تيتا بتعمل كذا، كانت تيتو بتعمل كذا، كانت بتحط كذا مع كذا ونحطه على الاكل مع البيض. فابتديت اقول طب احنا ليه ما نرجعش ده تاني؟ ليه احنا نقول افتكرنا كانوا بيعملوا كذا؟ ليه احنا ما نعملش ده تاني ونرجع تاني هويتنا والحاجات بتاعه زمان تاني؟ ابتديت من هنا افتكر بقى جدتي كانت بتعمل ايه، وارجع زمان هي كانت قاعده بتعمل الخلطات بايه وتعمل دي. ورجعت تاني فعلا عملت بقى دقه بالزعتر، وعملت دقه بالسمسم وبالفول السوداني القديمه بالفول السوداني بتاعي، الدقه القديمه بتاعت البيض والبقسماط. لا هي اساسا بتاعت جداتنا هي السوداني والسمسم الاثنين دول. بعد كده بيحطوا بقى عليهم هم التوابل، البهارات بتاعتها، الكزبره، الشطه لو بيحبوا، الكمون. كل واحد كان الاساس بتاعها ثابت، لكن كل واحد كان بيضيف النكهه اللي هو كان بيحب ياكلها. لكن دلوقتي في طبعا مع ناس كتيره دخلت عندنا مصر، السوريين حبايبنا والسودانيين، ابتدت في حاجات تانية تدخل معاهم على التراث بتاعنا وثقافتنا. فابتدت الدقه السوري تدخل اللي هي بالزعتر والسمسم، برضو دي من الحاجات الجميله جدا. بس الزعتر مفيد بس بس يعني احنا كمصريين مش بالنسبه لنا يعني مألوف قوي، بس في ناس كتير لما بتجربه بتحب، والتنوع مطلوب. وانا ابتديت ادخل كل ده بحيث ان احنا يبقى عندنا كل الحاجة متاحة، اللي عندنا في ثقافتنا موجود واللي غيرنا برضو موجود موجود. طب خلطات نقول للحوم وخلطات للفراخ، يعني حضرتك بتعمليها او نقول يعني فننتي فيها بقى ان هي تبقى خلطة مميزة، يعني ممكن الستات البيت برضو يستعملوها؟ بصي في حاجات ثوابت احنا ما نغيرهاش. يعني مثلا انا لما بعمل الكفته مثلا في ثلاث حاجات اساسيه في الكفته دي انا ما بضيف لهاش تاني. مادام انا هعملها كفته مثلا مشويه يبقى انا هعملها بالثلاث اصناف دول اللي هو الفلفل الاسود والكمون وشويه كزبره ناشفه صغيرين. دي الحاجه البسيطه بس اللي انا بحطهم في الكفته. بيقولوا الكمون يا استاذه فاطمه ممكن يمرر لو كتر، يعني ده لو كتر انت هي يعني بتبقى نسبه لا بالظبط بالظبط. بس في اللحوم لو حطيتي سنه كمون بسيطه مع الفلفل الاسود بيبقى الفلفل الاسود اكتر. لما بتحطي شويه كمون صغيرين معاه بتفرق في التست وفي الطعم. لكن انت ما بتحطيش الكميه اللي طاغه على بقيه البهارات، ما هي برضو البهارات زي اي شيء زاد بيفسد الحاجه، وخف او قل قوي ما بيبانش. فلازم يبقى الانسان عنده زي تيست كده، حاسه سنس بسيط في ان هو بيحط ازاي بالمقدار قد ايه. جربه مره واثنين وثلاثه، داقه مره واثنين وثلاثه بالطعم ده والطعم ده، عارف يفرق بينهم. طب ده بالنسبه للحوم. طب لو نقول للفراخ بقى، لا يعني الفراخ نقول عشان الزفاره والحاجات دي بعد الفلوس برضه بتحتاج توابل معينه عشان تضيع لو في ريحه زفاره. يعني اول حاجه في الفراخ طبعا معظم الناس بتشكي من زفاره الفراخ. انا لقيت انسب حاجه مع الفراخ انك تعمليها فيها هما ثلاث حاجات: الجنزبيل والملح والسكر. ده اللي انتوا بتغسليها؟ بعمل لها المحلول ده بالماء. يعني بعمل لها مثلا ايه، لو انا هعملها الصبح مثلا من بالليل كده اجهزها وبيتها في المحلول ده. انما بالليل لو انا هبيتها في المحلول ده بحط لها نسبة جنزبيل بسيطة جدا، لما باجي اغسلها الصبح واجي اسلقها بتدي ريحة وطعم يعني فوق حتى الوصف. حتى لو يعني ما تنقعتش ممكن عادي، ولو ما تنقعتش مفيش أي مشكلة. بس أنت ساعتها بقى بالظبط، بس ساعتها بتزودي شوية نسبة الجنزبيل لأنها شوية علشان أنت خلاص هتعمليها على طول بالظبط كده. وبعدين الأول ما بتغسليها بالجنزبيل والملح والسكر لو سبتيها حتى ربع ساعة 10 دقايق فعلا بتفرق في طعمها وفي نكهتها وبتديها تيست وطعم حلو جدا. طب يمكن اهالينا زمان يا استاذه فاطمه كانوا يعني بالنسبه للكمون او الكزبره يعني بيجيبوها سليمه بتتنظف وبتتغسل وبتنشف بعد كده بيحمصوها شويه، يعني ده حضرتك بتعملي الطريقه دي ولا بتتابع نفس الطريقه بنفس الاسلوب؟ طعم مختلف لما تتحمص شويه. لسبب بسيط، لان هي بتبقى محتفظه بالزيوت العطريه اللي فيها اللي بتطلع الريحه. يعني انا مثلا لو جبت الكمون وطحنته وسبته فتره طويله لا هلقاه بيفقد الزيوت الطياره اللي فيه. فما مش هتديني النكهه، وبدل ما انا احط مثلا نص معلقه لا هضطر احط معلقه ومش هتديني برضو نفس النكهه. انما انا لما اجيبها واخليها عندي واطحنها كل شويه بحسب احتياجي ليها لا بتبقى افضل طبعا، بتبقى افضل كتير جدا. وبعدين انت يعني بتنقيها وتشوفي لو فيها اي تراب اي حاجه، برضو بتبقى بالنسبه لك اصح واضمن، لان انت مطحونه انت ما تعرفيش هي مطحونه ازاي او اتنضفت ما اتنضفتش، انت مش شايفاها.
يعني في مقولة بتقول إن أكلها مش حلو بتبقى بتحط بهارات أكتر، وخصوصا الفلفل الأسود، عشان ما يبينش يعني إن هو الطعم مش حلو أو كده. دي معرفش ده صح ولا غلط يعني. والله بص انا عايزه اقول لك حاجه، اللي اكله حلو هيبقى اكله حلو، كتر الفلفل الاسود او ما ما كترش. كتروش الاكل هيبقى حلو، اهم حاجه ان هو يكون نفسه حلو بيعمل الاكل ده بحب للي بيعمله له. بيفرق يا استاذه فاطمه طبعا، ان انت حابه يعني انت بتعملي الاكل بحب لعيلتك او مثلا للطلبيات بتجيلك، برضو بيفرق يعني. احنا بنسمع الكلام ده، هل بيفرق فعلا ولا لا؟ ده فعلا بيفرق لسبب، انا لاحظتها في البيت لما اكون مثلا انا طبخه اكل النهارده ومليش مزاج اطبخ مثلا، واقفه او لا تعبانه او فاعمل اكل، يقولي ماما انت النهارده مش في المود، انت النهارده عامله الاكل مش بطريقه كويسه، وطبعا بيبقى لهم كومنتات كده بس يعني بتبين لي ايه، ان انت النهارده عامله الاكل مش بقى مجهزه نفسي ان انا داخله النهارده ومفيش اي حاجه وبعمل اكل، لا فعلا لما بحط لهم الاكل لا الاكل لا انت النهارده كان مزاجك عالي، انت النهارده عامله الاكل حلو، انت لا النهارده لا ماما تفوقت على نفسها، فلا ففعلا الاكل الواحد لما بيخش المطبخ وهو نفسيا مؤهل ان هو يخش المطبخ ويقف يعمل حاجه فيه بيحبها بتفرق، طبعا اكيد بتفرق. ومش على فكره يعني مش اللي بتعرف تعمل الاكل حلو او اللي بتعرف تعمل الاكل وحش، لا اي حد حتى لو انت هتعملي طبق بيض بتفرق برضه. طب ايه هو النفس بقى؟ يعني حد يقول لك دي نفسها حلو في الاكل ودي نفسها مش حلو، ايه موضوع النفس ده يعني؟ انا نفسي مش عارفه ايه، بس هي حاجه من عند ربنا، يعني مثلا حد نبقوا اتنين عاملين مثلا يعني صنف نفس اكل الحاجه، معين، نقول طبق فول. طبق فول بيختلف من شخص من شخص للتاني. لشخص، ممكن تكون طاقه الانسان، ممكن تكون حبه للي بيعمله، هي حاجه بتبقى هبه من عند ربنا. ولا اللي بيحب الاكل بيحب بيطلع حلو يعني، في بعض يعني احنا بنعمل اكل على اساس الواحد ياكله خلاص يعني لقمه وخلاص. بسرعه مقتضيات لكن العصر. اللي ايوه بيحب الاكل او في ناس بتعشق الاكل فهم بيطلعوا الاكل حلو يعني، لان هم حابين الحاجه دي. بصي هو عادة يعني الأكل البني آدم بيعمله لما بيكون عنده متسع من الوقت يحبه، يعني أنا بالنسبة لي كشيف ده شغلي، أنا كوني أنا بعمله خلاص أنا بعمله لأن ده شغلي ولأن أنا حابة المجال ده واخترته كارير ليا وهمشي فيه وأنا هعمله، فبيبقى بالنسبة لي خلاص دي الطاقة بتاعتي طلعت في الأكل وكده وكل عارف ولا، فهو ده النفس اللي الناس بتقول عليه. لكن حد تاني مثلا لا ده موظفين مثلا، ستات بتشتغل، ستات ما عندهاش وقت انها تطبخ مثلا، فتلاقيها بسرعه غصب عنها شيء طبيعي انها لما بتخش المطبخ مضغوطه، هي بسرعه بتعمل كل حاجه وعايزه تخلص هنا وعايزه تخلص هنا، فاكيد اكيد دي بتفرق من ان حد بيبقى لا انا عندي متسع ان انا اعمل ده من حد بيعمله بسرعه، لان ما تنسيش برضو الوقت بالنسبه لهم لاي ست تشتغل الوقت بالنسبه لها بيبقى ضيق ومحدود، هي عندها اولاد وعندها شغل وعندها مضغوطه بيت نفسيا بالظبط مش كده متفرغه للمطبخ بس بالظبط. او وهتلاقيها البيت. على فكره في اي يوم تاني مثلا يوم اجازه مثلا واخده جات لها مثلا اجازه عيد او كده ودخلت المطبخ ممكن تلاقيها بتبدع لا بقى بتبدع، لان هي ايه عندها المساحه عندها غير الوقت غير الوقت اللي هي فيه بتبقى مضغوطه وبتبقى ان هي لا انا ما عنديش وقت، فلا فهو سبحان الله يعني ارجع واقول النفس هو دي حاجه من عند ربنا، لكن بتعرفي او ما بتعرفيش دي بتبقى مساحه للوقت الموجود عندك. أكيد طبعا. أستاذة فاطمة فاوي شيف حلويات، احنا اتشرفنا بحضرتك النهاردة انا اسعد بيكم وبنتمنى لك التوفيق بإذن الله في مجال عملك بإذن الله. ان ألف شاء شكر الله. لحضرتك. شكرا متشكره جدا ليكي، فرصه سعيده. مشاهدينا هنروح معاكم لتقرير عن دور القوافل الطبية في زيادة الوعي الصحي، نشوف التقرير ونرجع نكمل فقراتنا مع حضراتكم.